بسم الله الرحمن الرحيم. أثبت علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن الكون يحوي كميات كبيرة من الدخان، فقد أحضروا كمية من هذا الغبار الكوني، وتبين بنتيجة التحليل المخبري أنها دخان يعود للكون المبكر. فقالوا إن أفضل كلمة يمكن أن نعبر فيها عن هذه الجزيئات هي كلمة دخان أو سموك. والعجيب أن هذا ما حدثنا عنه القرآن قبل 14 قرنا، يقول تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله.